فطلع علينا حنيني في المغرب. في المغرب شنو كيقريونا؟ الا خديتي فوله، الا خديتي فوله ودرتيها في القطن وخويتي على داك القطن الماء، شنو كيوقع؟ كتنوض نبته، يعني كيهيئولك شنو غتخدم. ما تحاولش تخدم برنامج، لا داك خليه في بلاصتو، اسمح لي كيورتوها. ما غتخدمش هاد الشيء، الا مشيتي تخدمتي غتخرج فلاح. ما عطاتكش فلاح دير جارديني، حتى هي فيها الصرف. اجي اليوم دوي لكم على الزر. واحد الله احسنونا حقوقكم، شوفوا الواقع ديال المغرب شنو هو. الزيادات المهوله والبوع مهركين البوليس والمخازنيه اكثر منا. شوفوا شحال ديال اللي فيكول، شحال ديال المازوت ديال الدوله كيضيع على بعض اللي مديح الجو. المواطن كيحكي لنا حقوقهم، الزيادات المهوله، كلكم زوين بالنار ديال الاشعار، كلكم زوين بالقرا، حنا كنحكيو على القرا، حنا موظفين وكنتخلصوا، وانتم الشاب واش عندكم اصاحبي ساكتين؟ فرنسا كانت فيها احتجاجات، المغرب كامل فيها احتجاجات اليوم، واليوم العالمي للفقر، اليوم هو اليوم العالمي للفقر، العالم كامل، والعالم 17 اكتوبر، اليوم العالمي لمناهضة الفقر، اللهم إنا هدام الفقر، وغدا تقولوا ما كاين حد. ما كيهضر حد، عباد الله تكون مزيان، خليهم يطحنوكم، فاس بروبليم، خليو السلطان وخنوش يجمعوا الفلوس، وانتم ما لقيتو ما تاكلو، وما لقيتو سبيطارات، وما لقيتو والو، هذا هو الواقع ديال المغرب، وهذه حقوق الانسان، قالوا المغرب ديال الديمقراطية، وديال حرية الاحتجاج، والحق الاحتجاج، وانتم كتشوفوا الواقع اش كاين، لو كان جات تراكس ولا غيرها، لو كان البوليس مع الاسف والمخدرين غادي يكونوا في خدمتها، لو كان تحتاتي، لو كان وفروا لهم الحماية، حنا كنحتجوا إطار ما ينص عليه الدستور ديال البلاد، إطار ما تنص عليه القوانين، وأنتم كتشوفوا كنتسمعوا، أنتم عباد الله، وعشت تحتاتي، وعشت التراك، وعشت التفاهة، وعشت طوطو، وعشت المصيبة الحلا، مع الأسف. يلا